بسم الله الرحمن الرحيم. غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد بحفظ الله ورعايته أرض الوطن في الساعة 8:15 من صباح يوم الاثنين 7 من شوال لعام 1416 هجري الموافق 26 من فبراير لعام 1996 ميلادية، متوجها إلى الولايات المتحدة للقيام بزيارة عمل رسمية تلبية لدعوة من فخامة الرئيس ويليام جيفرسون كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ورافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم بين أعضائه المستشار بمكتب سمو الأمير عبد الرحمن سالم العتيقي ووزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح والمستشار بمكتب سمو الأمير محمد سليمان سيد علي الرفاعي ووكيل الديوان الأميري محمد درويش العرادي ومدير مكتب سمو الأمير إبراهيم محمد الشطي ووكيل وزارة الخارجية سليمان ماجد الشاهين وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ محمد صباح السالم الصباح، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية ورئيس جمعية الصحفيين الكويتية وعدد من كبار المسؤولين في الديوان الأميري ورؤساء تحرير الصحف المحلية ووفد إعلامي. هذا وكان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ سعد العبدالله سالم الصباح ورئيس مجلس الأمة السيد أحمد عبد العزيز السعدون ورئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي سالم الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيوخ والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ناصر عبدالله الروضان ووزير شؤون الديوان الأمرية الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح والوزراء والمحافظون وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني وكبار رجالات الدولة وعميد السلك الدبلوماسي والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت. حيث وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد إلى مدينة فارو بالبرتغال وذلك في طريقه إلى واشنطن. هذا وكان في مقدمة مستقبل سموه على أرض المطار سفير دولة الكويت لدى المغرب المحال للبرتغال سليمان المرجان وأعضاء السفارة وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية بجمهورية البرتغال. هذا ووصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله والوفد المرافق إلى قاعدة أندروز الجوية في تمام الساعة 3:15 بتوقيت واشنطن من بعد ظهر يوم الثلاثاء 27 من فبراير لعام 1996 في زيارة عمل رسمية للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تستمر 3 أيام، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس ويليام جيفرسون كلينتون. وكان في مقدمة مستقبل سموه على أرض المطار مدير إدارة المراسم الخارجية الأمريكية مولي ريزر وعدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ محمد صباح السالم الصباح ومندوب دولة الكويت لدى الأمم المتحدة محمد أبو الحسن وأعضاء السفارة.
حيث قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله في الساعة 11 بتوقيت واشنطن من صباح يوم الأربعاء الموافق 28 من فبراير لعام 1996 بزيارة فخامة الرئيس ويليام جيفرسون كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في البيت الأبيض. هذا وقد جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تناول اللقاء استعراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد حضر المقابلة المستشار بمكتب سمو الأمير عبد الرحمن سالم العتيقي ووزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح والمستشار بمكتب سمو الأمير محمد سليمان سيد علي الرفاعي وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور محمد صباح السالم الصباح. كما استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بمقر إقامته نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ألبرت غور، وجرى خلال اللقاء الذي تم على مأدبة هداء العمل استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا وصرح نائب الرئيس الأمريكي آل غور بأن محادثاته مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد كانت مثمرة وبناء، وأن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا كبيرا في جميع المجالات. وقد حضر المأدبة الوفد المرافق. واستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بمقر إقامة سموه في بيت الضيافة بالعاصمة الأمريكية الساعة 3 بتوقيت واشنطن من بعد ظهر اليوم الأربعاء 28 من فبراير لعام 1996 وزير الخارجية بالوكالة في الولايات المتحدة الأمريكية سعادة ستروب تالبوت. كما استقبل سمو رعاه الله وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية سعادة ويليام بيري، يرافقه كل من رئيس الأركان الجنرال جون شاليكاشفيلي وقائد القيادة المركزية الجنرال بن فوربي. هذا واستقبل سموه حفظه الله في الساعة 5 بتوقيت واشنطن من بعد ظهر يوم الأربعاء 28 من فبراير لعام 96 وزير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة رون براون. واستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بمقر إقامة سموه في بيت الضيافة بالعاصمة الأمريكية الساعة 9 صباحا بتوقيت واشنطن السادة رؤساء مراكز الدراسات الفكرية والثقافية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. كما استقبل سمو رعاه الله السادة رؤساء الجالية الأمريكية العربية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية. واستقبل سموه حفظه الله في الساعة 11:15 بتوقيت واشنطن من يوم الخميس 29 من فبراير لعام 1996 نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق السيد دان كويل. كما استقبل سموه رعاه الله في الساعة 12:00 رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق السيد جورج بوش، وذلك للإعراب عن الامتنان والتقدير لدوره في تحرير دولة الكويت. وقد حضر المقابلات المستشار بمكتب سمو الأمير عبد الرحمن سالم العتيقي ووزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح والمستشار بمكتب سمو الأمير محمد سليمان سيد علي الرفاعي وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ محمد صباح السالم الصباح وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت. الأرض قد فرحت تباركها السماء.
محاضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله في الساعة 3:30 بتوقيت واشنطن الخميس الموافق 29 من فبراير بزيارة إلى مبنى الكونغرس الأمريكي، حيث التقى سموه مع رئيسي وأعضاء لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ. وقد رافق سموه في هذه الزيارة المستشار بمكتب سمو الأمير عبد الرحمن سالم العتيقي ووزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح والمستشار بمكتب سمو الأمير محمد سليمان سيد علي الرفاعي وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور محمد صباح السالم الصباح. كما حضر حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله في الساعة 6:30 بتوقيت واشنطن من مساء يوم الخميس 29 من فبراير مأدبة عشاء أقامها على شرف سموه سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، وذلك بمقر سفارة دولة الكويت في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقد حضر المأدبة سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير بندر بن سلطان وأعضاء الوفد المرافق لسموه حفظه الله وأعضاء السفارة الكويتية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. كما التقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله في مقر إقامته في بيت الضيافة في الساعة 10 بتوقيت واشنطن من صباح يوم الجمعة الموافق 1 مارس بالسفراء العرب. وكان طلبة دولة الكويت الدارسون في الولايات المتحدة الأمريكية قد تشرفوا بلقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله في مبنى السفارة الكويتية بواشنطن. وقد حث سموه أبناء الطلبة على مواصلة بذل المزيد من الجهد في سبيل التحصيل العلمي ليعودوا إلى وطنهم ليواصلوا مسيرة بناء وتطور ورفعة الكويت. وقد تناول سمو الأمير حفظه الله طعام الغداء مع أبنائه الدارسين. وقد حضر اللقاء المستشار بمكتب سمو الأمير عبد الرحمن سالم العتيقي ووزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح والمستشار بمكتب سمو الأمير محمد سليمان سيد الرفاعي وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور محمد صباح السالم الصباح.